ده ياخدنا شويه يا استاذ خالد ل 2017، لما تم تحويل الاسم منشات يعني الوحدات الصحيه لوحده تنظيم الاسره ووحده صحه الطفل لاسمها منشات الرعايه الاوليه. طبعا يعني وده ياخدنا للمنظومه الاكبر، منظومه الصحه المصريه، وازاي الدوله المصريه وضعت العديد من المبادرات الرئيسيه اللي كانت بتسبب نقله حضاريه في مستوى الصحي اللي بيقدم للمواطنين. مبادره 100 مليون صحه، الكشف عن الانيميا والتقزم السمنه، الاعتلال الكلوي، نور حياة، الكشف عن فقدان وضعف البصر والعلاج المبكر، أيضا ضعف السمع لحديثي الولادة. بنتحدث أيضا عن يعني واحدة من أهم المبادرات، إنهاء القوائم الانتظار اللي كانت بتسبب للأسف الشديد في وفاة العديد من أهلينا من المواطنين. وبجانب ده منظومة التأمين الصحي الشامل، كيف ترى هذه الخطوات في دعم ركائز المنظومة الصحية في مصر وتقدمها نحو يعني الأفضل في هذا الوقت؟ بص، عايز اقول حاجه في البدايه، من يمتلك الصحه يمتلك الامل. صوت. ومن امتلك الامل امتلك كل شيء. الصحه يا استاذه رشا خير من الثروه. استاذه هند اسف. الصحه خير من يعني الصحه خير من الثروه. بل ان الصحه هي الثروه ذاتها. يعني الصحه ليست امتلاك المال والذهب فقط، لكن الصحه هي الثروه الحقيقيه للانسان المصري. هنا بقى لازم أشيد وأثمن جهود الدولة والمبادرات الرئاسية المتكررة والمتتالية لدعم صحة الإنسان وصناعة إنسان مصري سليم معافى في بدنه وفي صحته. لأن صناعة إنسان سليم هي صناعة دولة سليمة قوية، لأن الإنسان السليم هو الإنسان القادر على المشاركة في المشروعات التنموية وثورة البنيان بناء والتعمير التي تشهدها الدولة. لا يمكن أبدا لإنسان مريض أن يكون شريك في هذه الأمور، لأن الإنسان المريض ليس قدرة على يعني عايز أقول ليس عبء على المحيطين به فقط، ولكن عبء على نفسه. هنا الدولة فطنت مبكرا لأهمية صحة المواطن المصري ودشنت العديد من المبادرات التي تصنع إنسان صحي سليم. ولقاء الحقيقة رئيس الوزراء مع وزير الصحة لمناقشة عدد من الملفات المعنية بالقطاع الصحي والخدمات العلاجية هو جزء الحقيقة من سياسات انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصري. حياة كريمة ليس على المستوى الخدمي فقط، ولكن على المستوى الصحي أيضا، والحرص على توفير جانب علاجي وصحة سليمة للإنسان المصري من خلال الخدمات العلاجية والطبية المقدمة. محدش يقدر ينكر أو يتجاهل ما تقوم به الدولة من بناء منظومة صحية متكاملة قائمة على ركائز سليمة بتتوافق مع كافة المعايير العالمية المعنية بالشأن الطبي في العالم. نظام الحقيقة أنا من وجهة نظري شايفه أنه أحدث نقلة نوعية في الخدمات والبنية التحتية في المؤسسات الصحية والمؤسسات العلاجية اللي بتقدم خدمة صحية للمواطن. أكيد محدش يقدر ينكر مشروع الصحي الشامل، منظومة التأمين الصحي الشامل. محدش يقدر ينكر مبادرات علاج السمنة، مبادرات علاج التهاب مرضى التهاب الكبدي الوبائي وفيروسي. 100 مليون صحة. محدش يقدر ينكر المبادرات اللي بتواجه الأوبئة والجوائح، اللي بيشمل كل هذه بالضبط الأوبئة والجوائح والفيروسات زي فيروس كورونا. محدش يقدر ينكر جهود الدولة لتوسيع منظومة المستفيدين من منظومة العلاج على نفقة الدولة وتقديم تيسيرات لها. الحقيقة كلها مبادرات حظيت بإشادات ليس على المستوى المحلي ولكن على المستوى الدولي أيضا. لما نتابع عدد من التصريحات اللي طلعت في الفترة الأخيرة من مسؤولين كبار في منظمة الصحة العالمية وفي كثير من المنظمات الدولية العاملة في القطاع الطبي، هيجد أن هذه المنظمات بتؤكد أن مصر حققت نجاحات غير مسبوقة في القطاع الطبي وتوفير خدمات صحية وعلاجية وإنهاء أزمات لأمراض مزمنة كثيرة. ده كله بيعكس جهود لا يمكن أبدا أن ينكرها أي مراقب أو أي متابع للوضع في مصر. في الآخر عايز أقول يمكن للصحة أن تكسب المال، لكن المال أبدا لا يستطيع أن يصنع صحة. أكيد الصحة أغلى ما يمتلكه الإنسان. هنا بدأت الدولة تركز على العنصر البشري في صناعة إنسان سليم صحيا من خلال المبادرات واللي بتقدم للإنسان والمواطن المصري. أكيد، والمواطن المصري الدولة المصرية لا تفرق بين المواطن المصري في الداخل ولا المواطن المصري في الخارج.